فتاة تثير الجدل في أحد مقاهي السعودية، وصاحب كافي يطرد سايح كويتي، والهلال الأحمر ينقذ شخص من الموت. كل هذه الأخبار راح نعرفها في ذا 11 سعودي شو. معاكم أخوكم إبراهيم الطلاسي، خلوكم معنا. هذه وحدة أثارت ضجة على تويتر، طلعت بمنظر بلبس غير محتشم وضح كثير من مفاتنها. الغريب إنها كانت تصور نفسها قدام الناس في مكان عام، ولا همها أحد ولا تشوف أحد شيء. مفهوم الحرية عند بعض البنات للأسف كذا، ألبس على كيفي وأطلع أي مكان على كيفي، وهذا الشيء أكيد غلط في مجتمعنا اللي أنت عايش فيه معزز ومكرم. كثير من الناس قالوا إن البنت اللي طلعت بالفيديو أجنبية ومو بسعودية، والأغلب منهم كان يطالب بمعاقبتها عشانها ما احترمت النظام عندنا. من الأساس وش الهدف من فسخ العباية والترزز قدام الرجال؟ الله يهديها ويصلحها. بس تذكرون سالفة ذاك الكافي اللي هاجموه كثير من الناس بسبب معاملة زباينه البنات غير عن العيال؟ مع الأسف بالرغم من هجوم الناس على هذه السياسة اللي تتواجد عند أصحاب الكافيات، ما تابوا وللحين متواجدة وبكثرة. بس هالمرة صارت مع سايح كويتي في جدة، وتضايق منها وحس فيها. راح شغلة عندهم الموظفين ما يعاملونك كأنك بني آدم إلا أنت بنت. إذا أنت مو بنت أنت ولد، راح يعاملك كأنك مسند شيء أي شيء. مو أنت مو بني آدم، أنت ما تشتبي هني. يلا روح بيتك. جماعة وصلنا مكان شنو اسمه؟ غرام. جماعة مكان فيه بولينج وفيه ألعاب وفيه أركيد، حد نار والله، يعني عجبني. يعني الحين يا صاحب الكافي، لو كان الشخص مو بكويتي وفضح فينا قدام الناس ونقل صورة سيئة عن الشعب السعودي عند أهل ديرته. طبعا ليش قلت أنا مو بكويتي؟ لأن الكويت أهلنا وربعنا ويعرفون عنا كل شيء. لو غيره لا والله فضحنا وقال عننا كل شيء. وبعدين أنت وياه الكافيات اللي تتبنى مثل هالأفكار، ليش نروح لها ونرجع لها؟ اسحبوا عليها وافتكوا. يا كثر الكافيات اللي تعاملك باحترام وتقدم لك خدمات راقية وبدون مذلة. مقيم من الجنسية الباكستانية أصيب بحادث، مباشرة الهلال الأحمر باشروا الحادثة. بس هالمرة بدل ما يجون بسيارات إسعاف، جو ما شاء الله عليهم بهليكوبتر. خلونا نشوف. زي ما انتم شايفين، الله يعزك السعودية، واحد هنا سوى حادث بدباب وجايبينه بهليكوبتر. اللي يقول ما عندهم خدمات ما عندهم خدمات، بهليكوبتر جايين أما هنا عشان يشيل المريض. ها أجنبي باكستاني مسوي حادث، جت هليكوبتر قاعد تشيله. اللي عجبني بالفيديو تعليق الطفل وافتخاره واعتزازه بالشيء اللي شافه. وفي السعودية ما في فرق بين المواطن والمقيم في التعامل. هذه مملكتنا، من عرفناها سواء قديما أو حاضرا تعاملهم مبني على الإنسانية والرحمة، ولا تفرق بين البشر. فالحمد لله والشكر، والله يعزها ويديمها علينا. وهذه كانت آخر أخبارنا في ذا 11 سعودي شو. كان معاكم أخوكم إبراهيم الطلاسي، ولا تنسون تشتركون في قنواتنا. سلام عليكم.